السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم معنا أينما كنتم. لقاء جديد مع حضراتكم نتابع من خلاله أبرز التطورات لكل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي وخاصة على ساحتنا المحلية. مواضيع اقتصادية عدة ومتابعات خلال الساعات القليلة الماضية على صعيد الأسواق المحلية، على صعيد الأسواق العالمية، أسعار النفط وغيرها، كان هناك الكثير من المتابعات بالإضافة إلى مواضيع هامة على ساحتنا المحلية. كان لدينا عدد أيضا مهم من المتابعات على مدار الساعات القليلة القادمة، كلها سنلقي عليها الضوء بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء كما اعتدنا في كل صباح من الأحد إلى الخميس. اليوم نستضيف معنا سيد أحمد الفضلي، الصحفي الاقتصادي بجريدة لوسيل. أهلا بك معنا أستاذ أحمد وفي هذا الصباح، ولدينا بإذن الله تعالى عدد مهم من المواضيع اليوم لنتحدث عنها معك ومع السادة المشاهدين. كما عودناكم مشاهدينا، سيكون لنا إطلالة خاصة على مؤشر بورصة قطر وأهم التفاعلات على الأسهم والشركات التي سنتابعها سواء في الجلسة الماضية أو حتى في تحية جلسة هذا اليوم. لكن أيضا كما اعتدنا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بأهم الأخبار على ساحتنا المحلية. تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال لقائه مع سعادة الدكتور ريتشارد سيزيبيرا وزير خارجية جمهورية رواندا والذي يزور البلاد حالياً. في موضوع آخر مشاهدينا، استقبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سعادة السيد جيمس مشاريا وزير المواصلات والبنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية في جمهورية كينيا مع الوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض لعلاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. في سياق متصل، وقع سعادة السيد جاسم بن سيف الصليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد جيمس مشاريا وزير المواصلات والبنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية في جمهورية كينيا على زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية بين الدوحة ومومباسا. كما اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية تعاون قبل نهاية هذا العام بين مينائي حمد ولامو الكيني وتشكيل لجنة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل والمواصلات. أستاذ أحمد، هنا أريد أن أتوقف قليلا. العلاقات أو المسار المشترك من العلاقات بين قطر وكينيا مسار ليس جديد، تعزز بشكل واضح في عام 2017 بعد زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى جمهورية كينيا ضمن جولة إفريقية، واتخذ مجالات عدة ساهمت فيه مجالات عدة. اليوم قطاع النقل قطاع حيوي ومهم، وقطر ركزت عليه كثيرا على مدار العامين الماضيين. كيف ترى الجديد حول الاتفاقية بين قطر وكينيا؟ نعم، بداية صباح الخير لكافة المشاهدين. اليوم يعني الطيران القطري يوسع مجالاته ويفتح العديد من يعني المجالات الجوية والخطوط المباشرة نحو عدد من الوجهات. اليوم نتحدث عن أكثر من 180 وجهة يعني تتوجه لها الخطوط القطرية. طبعا هذا النقل أو زيادة عدد الرحلات نحو أي وجهة كانت في على مستوى العالم هي تساهم في فتح مجالات اقتصادية وشركات جديدة. اليوم بإمكان المستثمر القطري أن يتحول إلى كينيا ويبحث عن فرص استثمارية واقتصادية جديدة. كذلك يمكن زيادة حجم التبادل التجاري من خلال عدد الخطوط والرحلات الجوية التي سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة بين دولة قطر وكينيا، ونتوقع ارتفاعا في حجم وقيمة المبادلات التجارية بين البلدين. كما نتوقع يعني توقيع العدد من الاتفاقيات مستقبلا في مجالات جديدة كالثقافة والتربية والعلوم وغيرها من المجالات التي سيكون لها يعني تأثير مباشر على تعزيز ورفع من نسبة العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الثنائية بين البلدين. نعم، كان هناك سابقا توقيع عدد مهم من الاتفاقيات بين قطر وكينيا. توجه المستثمرين القطريين نحو كينيا كان واضح، خاصة في ظل عدد من
قوانين لحماية الاستثمار فعلتها الحكومة الكينية. هذا تابعناه من خلال زيارة عدد من المستثمرين سواء خلال الوفد الرسمي مع سمو الأمير أو لاحقا. برأيك أبرز المجالات التي يمكن الاستثمار فيها للقطريين في كينيا؟ طبعا كما هو معلوم القارة الإفريقية تتحوز على إمكانيات ضخمة وهائلة سواء يعني من ناحية الموارد الطبيعية أو من مجال يعني الزراعة وما يتبعها من مجالات أخرى. فبالتالي اليوم المستثمرين القطريون أمام فرصة مهمة في الاستثمار في مجالات الطاقة، وقد لاحظنا يعني دخول قوي من شركة قطر للبترول خلال الفترة الماضية لاستكشاف عدد من الحقول النفطية في دول إفريقية، هنا يعني على كامل إفريقيا. نعم. نتحدث طبعاً. بالنسبة لكينيا نتحدث عن استكشاف بعض المناجم، استكشاف يعني مجالات المعادن والطاقة وثم المجالات الزراعية، ونعلم كذلك أن دولة قطر تسعى من أجل يعني تأمين أو تحقيق الأمن الغذائي. فبالتالي يمكن للمستثمرين القطريين ضخ استثماراتهم في كينيا في ظل قوانين تحمي الاستثمار القطري وتحمي الاستثمار الأجنبي بشكل عام في مجالات الزراعة والأمن الزراعي وخاصة الثروة الحيوانية التي يعني تشكل مخزون كبير في إفريقيا. نعم، وتابعنا طبعا توسع واضح للخطوط القطرية في عدد مهم من العواصم الإفريقية، وجهات عدة وإضافة لمحطات جديدة تابعناها على مدار الأشهر القليلة الماضية، وبشكل عام كان التوسع هو السمة الأوضح لاستراتيجية الخطوط القطرية. في موضوع آخر مشاهدينا، واسمحوا لي أن أنتقل بكم إلى مؤشر بورصة قطر. طبعا تابعنا إغلاقات المؤشر في الجلسة الماضية، المؤشر سجل ارتفاعات هي الثانية على التوالي هذا الأسبوع، وبورصة قطر عززت مكاسبها في ختام تعاملات الجلسة الماضية بدعم كبير من عمليات شرائية استهدفت بشكل رئيسي أسهم قيادية. المؤشر استطاع الصعود بواحد في المئة، لنرى إغلاقات في الجلسة الماضية عند مستويات 10560 نقطة، فيما سجلت أحجام التداول أكثر من 54 مليون سهم مع قيم ناهزت 189 مليون ريال. ارتفعت معنا بالأمس قطاعات مهمة، عدد كبير من القطاعات سجل مكاسب، العقارات، التأمين، البضائع، الصناعة وأيضا البنوك والخدمات المالية كلها كانت ضمن القطاعات المرتفعة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات، وتراجع وحيد سجلناه بالأمس لقطاع النقل بتراجع لمعظم أسهم هذا القطاع. على صعيد أخبار الشركات، بالأمس أعلنت بورصة قطر عن القيام بإجراء تجزئة أسهم مجموعة إزدان القابضة اعتبارا من اليوم. طبعا انتهت الجلسة الماضية وبناء عليها جاءت عمليات التجزئة ليصل عدد الأسهم إلى 26 مليار و 524 مليون سهم و 966,910 أسهم. سعر إغلاق المعدل لشركة إزدان بلغ 72 درهم و10 درهم، وذلك طبعا اعتمادا على السعر المرجعي عند إغلاق الجلسة. البورصة أعلنت أيضا عن القيام بإجراء تجزئة لأسهم شركة بروة العقارية اعتبارا من اليوم. التطبيق الفعلي أول جلسات التداول سيكون اليوم على عدد الأسهم البالغ 3,891,246,370 سهما. سعر الإغلاق المعدل يبلغ 3.48 ريالات درهم، هذا السعر الذي سنبدأ التداول عليه بدءا من افتتاحية جلسة هذا اليوم. طبعا هذه هاتين الشركتين كانتا افتتاحية قطاع العقاري في عملية التجزئة. سنتابع هذا القطاع اليوم مع شركتين مدرجتين للتجزئة ضمن الجدول المعلن. هالشركتان هما مزايا والمتحدة للتنمية. مع هاتين الشركتين ينتهي طبعا تجزئة أسهم شركات القطاع العقاري. نبدأ يوم الغد بمشيئة الله تعالى التجزئة على قطاع الاتصالات طبعا مع سهمي فودافون وأريدو في يوم واحد، فيما نتابع إدراج شركات قطاع النقل ضمن عملية التجزئة دفعة واحدة يوم الخميس في آخر جلسات التداول يوم الغد بطبيعة الحال، فيما يتم تطبيق هذه التجزئة فعليا على قطاع النقل في جلسة الأحد أولى جلسات التداول في الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى. طبعا دقائق قليلة تفصلنا عن الافتتاح الرسمي للجلسة، أو نشهد حاليا الافتتاح الرسمي للجلسة. معنا في موقع بورصة قطر يسرنا أن نستضيف معنا السيد مصطفى أبو العلا الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة فورتريتس
الاستثمار الأستاذ مصطفى سيكون معنا مباشرة من موقع بورصة قطر. سيد مصطفى، ونحن في مستهل الجلسة وقبل أن نتحدث عن جلسة اليوم وما أهم الشركات التي ستبدو معنا على لوحة التداول، دعنا نتحدث عن الجلسة الماضية. إغلاقات بمكاسب جاءت 1%، برأيك أهم الأسباب التي قادت إلى هذه المكاسب؟ بداية صباح الخير. من أهم الأسباب التي أدت للارتفاعات التي شاهدناها بجلسة أمس وهو حالة بداية بناء مراكز للمستثمرين، كما قلنا في الفترات الأخيرة انتهاء موسم انتهاء النصف الاول من عام 2019، فبالتالي بدات المحافظ الاستثماريه تاخذ بعض المراكز من بدايه هذا الشهر. اغلاقات كانت شهريه، اغلاقات نصف سنويه، لذلك سوف نرى من بدايه الامس واليوم بدايه مراكز جديده، انتهاء اقتربنا من نهايه التجزئه من تجزئه الاسهم، اقتربنا من اعلانات نتائج الاعمال، بداية اقتربنا أيضا من المراجعات للمؤشرات العالمية سواء كان MSCI أو FTSE، لذلك أعتقد سوف نرى الفترة الحالية بداية ضخ استثمارات وسيولة كانت تنتظر هذه الإغلاقات ومراكز جديدة بناء على التوقعات المستقبلية لنتاج الأعمال كما شاهدناها في الربع الأول والربع الثاني من 2019. لا نريد أن نتسرع في الحكم على معدل السيولة سواء كان معدل السيولة كبير أو معدل السيولة منخفض، ولكن سوف نرى تدرج في ارتفاع معدل السيولة في الفترة القادمة في البورصة القطرية مع نتيجة الانفتاح الكبير في كقوانين استثمار، كجذب للاستثمارات الخارجية، كمعدلات استقرار اقتصادي، معدلات استقرار سياسي، كل هذا سوف يكون له انعكاس على أداء الشركات وعلى أيضا القطاعات المختلفة في السوق. هناك مؤثرات أيضا سوف يكون لها تأثير سواء كانت المؤثرات المحلية أو المؤثرات الجيوسياسية في الفترة المقبلة. الصوت العالمي كان مسموع بوضوح في الجلسة الماضية، دعنا نتحدث قليلا عن أهم الأخبار على الساحة العالمية ثم نعود لنتحدث عنها. طبعا كان لدينا اجتماع لأوبك بالأمس، البلدان الأعضاء في منظمة الأوبك توصلت لاتفاق يقضي بتمديد قرار خفض الإنتاج لفترة إضافية مدتها 9 أشهر تنتهي في 31 من مارس لعام 2020. المنظمة ذكرت في البيان الختامي للمؤتمر الوزاري للدول الأعضاء 176 أن الدول المنضوية تحت مظلة أوبك تؤكد تركيزها المستمر على عوامل الأساسية والتزامها بسوق نفط مستقرة ومتوازنة لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. بالتزامن مع هذا المؤتمر كان لدينا ارتفاعات في أسعار النفط. طبعا اتجاه أوبك وحلفائها لتمديد خفض المعروض حتى نهاية العام الجاري ساهم كثيرا في رفع أسعار النفط، لكن المكاسب تقلصت مع الإغلاق في ظل ضغوط ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية. أسعار النفط كما تابعناها مع إغلاق الجلسة الماضية مشاهدينا عند الإقفال ساعدت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة بلغت 1%، أكثر من 1%، أو نتحدث عن إضافة ب 62 سنت. أغلقت جلسة نيويورك عند مستويات $59.09 للبرميل بعد الارتفاع أعلى من $60 في وقت سابق خلال الجلسة. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أيضا تسليم سبتمبر عند التسوية بنسبة 0.5% أو 32 سنتا، وأغلقت جلسة لندن عند $65.06 للبرميل. تابعنا أيضا مكاسب حققتها معظم المؤشرات الرئيسية في العالم في آسيا وفي أوروبا وأيضا في الولايات المتحدة. مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الاثنين سجلت مكاسب واسعة مدعومة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين استؤنفت بعد الهدنة التي تم التوصل عليها طبعا نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني على هامش قمة الـ20. تابعنا أيضا مكاسب لقطاع الطاقة الذي تلقى دعم من صعود أسعار النفط. S&P سجل أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة الماضية عند 2977 نقطة و18 النقطة خلال الجلسة، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو $24.40. نتحدث عن تراجعات ب1.7% لنرى إغلاقات عند $1389.30 للأوقية. هذه كانت أكبر وتيرة انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ يونيو عام 2020
18. أستاذ مصطفى، نعود إليك في بورصة قطر. يعني كثير من الأخبار العالمية، لكن دعنا نأخذها تدريجيا. لنبدأ أولا من الحديث عن هدنة تجارية وعودة إلى طاولة المفاوضات. برأيك هل هناك بوادر تشير إلى أن الاتفاق هذه المرة سيكون مختلف عن المرة الماضية؟ ليس أمامهم بديل سوى الاتفاق، ولكن كل طرف يريد أن يكون يكسب أكثر من الطرف الآخر. الولايات المتحدة أو الصين، كلا الطرفين لهم يتعرضان الآن، أو المؤشرات الاقتصادية الداخلية تتعرض إلى عمليات انخفاض. فرأينا مؤشر التصنيع في الصين عن نهاية شهر يونيو على ما أعتقد انخفض تحت 50 نقطة، وهو بالتالي دخل في مرحلة الانكماش. هذا من جانب. تطرقنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا مؤشر التصنيع نرى تراجع في مؤشر التصنيع، تراجع في مؤشر الأسعار تحت مستوى 50 نقطة أيضا، وهو بالتالي دخل في مرحلة الانكماش. لذلك كلا الطرفين يجب أن يتفقا، ولكن كل طرف يريد أن يكسب أكثر من الطرف الآخر. ولكن نريد أن نسأل سؤال: ماذا لو الطرفين قاموا بالتصعيد ضد بعض؟ ماذا ما هو وضع الأسواق؟ سنرى انخفاضات في أسواق الأسهم، سنرى انخفاضات في الاقتصادات الداخلية، ولكن استقبلت الأسواق هذا بأريحية كبيرة. وسوف نرى الفترة القادمة سير المحادثات ما بين الصين والولايات المتحدة. ولكن قبل القمة ما بين ترامب والرئيس الصيني، رأينا الصين تقوم في خلال الأسبوع السابق بشراء ما يقارب ب 200 مليون دولار من الفول الصويا. الولايات المتحدة تعتبر أكبر مصدر للفول الصويا للصين. بدأت الصين بمبادرة جيدة بقيامها باستيراد الفول الصويا، لأن انقطاع الزراعة في الولايات المتحدة بدأ يتأثر كثيرا نتيجة الحرب التجارية. لذلك سوف نرى سير هذه المحادثات، والأسواق استقبلت ذلك. نرى الانخفاضات الكبيرة التي شهدها الذهب، هذا نتيجة بداية سير المحادثات التجارية. أيضا كذلك الدولار، أسواق الأسهم، كل ذلك. الحرب التجارية أو العلاقات التجارية ما بين أكبر اقتصادين في العالم سوف يكون لهم التأثير الكبير على سير الأسواق في الفترة المقبلة. وأعتقد أننا سوف نرى الوضع إيجابي حتى الآن بناء على المستجدات الأخيرة ونهاية اجتماع قمة العشرين واجتماع الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي. استقرار التوترات عادة يقود إلى تحول المستثمرين مجددا إلى أسواق الأسهم، وبالتالي تبدو تراجعات الذهب نوعا ما طبيعية، خاصة أننا سجلنا مكاسب قياسية على مدار عدة أيام، يعني على مدار عدة أسابيع حتى إذا ما صح التعبير. لكن أود أن أتوقف قليلا مع الارتفاعات التي شهدتها أسواق النفط. قطر رسميا خارج أوبك، لكن ارتفاع أسعار النفط لا يزال طبعا ضمن المؤثرات على مؤشرات البورصة القطرية. تفاعلات السوق برأيك إذا ما تواصلت هذه المكاسب، خاصة أن هناك قطاعات كثيرة تستفيد من ارتفاعات أسعار النفط؟ صحيح، أي ارتفاعات في أسعار النفط أو ارتفاعات الغاز سوف يكون له تبعية النتيجة الإيجابية على أسواق الخليج تحديدا. ولكن لماذا ارتفع النفط تحديدا في الفترة الأخيرة؟ الاتفاق أوبك والمنتجين الخارجيين ليس لديهم خيار سوى الاتفاق، ولكن الاتفاق كان مدة الاتفاق هل هو 6 أشهر أم 9 أشهر؟ ولكن ماذا لو لم نجد اتفاق من أوبك؟ كنا رأينا انخفاضات كبيرة في أسعار النفط، وهذا بالإضافة إلى الوضع التجاري أو التوترات التجارية التي انعكست بالسلب على أسعار النفط. ما المؤثر الكبير في أسعار النفط الآن وهو الحرب التجارية والعلاقات التجارية ما بين الدول، سواء الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة أو الصين. نعم. ولكن اتفاق أوبك أعتقد أنه سيكون له سيخفف الضغط الوضع الإيجابي. نعم. على أسعار النفط على الأقل في الفترة الحالية بناء على المستجدات الحالية، ولكن ننتظر الفترة القادمة ما سوف تقول إليه الأحداث. ولكن التوترات الجيوسياسية هي سوف يكون لها تأثير كبير في الفترة القادمة، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا في مضيق هرمز. فهناك بعض الدول، سواء كان الدول المستوردة للنفط أو الدول المستوردة للغاز، لا تستطيع أن تتحمل تبعيات هذه التوترات. فلو تطرقنا إلى دولة مثل اليابان تحديدا، تعتبر من أكثر الدول المستوردة للغاز المسال، في بنهاية شهر مارس تحديدا اليابان وارداتها من الغاز المسال
لا تكفيها سوى 19 يوم. لذلك هذه التوترات سوف تؤثر على الدول الصناعية الكبرى في آسيا سواء كان الصين أو اليابان. المستجدات سواء كانت الجيوسياسية أو التجارية هي سوف يكون لها التأثير في الفترة الحالية والقادمة. السيد مصطفى أبو العلا الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات شركة فورتريس للاستثمار، شكرا جزيلا على تواجدك معنا هذا الصباح. نبقى مشاهدينا مع بورصة قطر بنظرة سريعة نلقيها على افتتاحية المؤشر لجلسة منتصف هذا الأسبوع. المؤشر في المنطقة الحمراء حاليا تراجعات ب20 نقطة عند 10537 نقطة، هي النقطة التي افتتحنا تقريبا عندها جلسة هذا اليوم. بالحديث عن قيم التداولات قرابة 9.25 مليون ريال مع أحجام تداول تقترب حثيثا من 3 ملايين سهم، وعدد الصفقات عند مستويات 390 صفقة. معنا على صعيد أداء الشركات 8 شركات في المنطقة الخضراء الأكثر ارتفاعا، سهم الرعاية الذي تابعنا عليه مكاسب طبعا في الجلسة الماضية، استثمار القابضة اليوم ضمن أبرز الرابحين 21 نقطة عند 60 درهم، أريد أيضا ضمن أبرز الرابحين بأكثر من 0.5%. تابعنا بشكل عام مكاسب على قطاع الاتصالات في الجلسة الماضية وإن كان من بين الأقل ارتفاعا، حوالي 66 ريال هو سعر أريد، وبنك الدوحة ضمن أيضا أبرز المرتفعين 14 نقطة يضيف إلى رصيده 2.56 درهم سعر الافتتاح. الأكثر تراجعا من بين 10 شركات في المنطقة الحمراء في اللحظة الحالية، أكثرها تراجعا كان اليوم في قائمة الانخفاضات الخليج التكافلي 1.17 نقطة. رأينا تفاعلات واضحة على السهم الذي شهد عملية التجزئة في الجلسة الماضية 1.17 نقطة كما تحدثنا. صناعة قطر 1.5% مكاسب واسعة سجلها قطاع الصناعة كان من بين أبرز الرابحين في الجلسة الماضية دعم رئيسي للمؤشر. صناعة قطر اليوم على تراجع 11.51 ريال. سهم الإيجار أيضا متراجع اليوم 1.10 نقطة 79 درهم عند الافتتاح، وناقلات تسجل تراجعات اليوم أيضا حوالي 19.122 ريال و80 درهم هو سعر افتتاحية هذه الجلسة لناقلات، طبعا بانتظار عمليات التجزئة لأسهم قطاع النقل كما تحدثنا التي مدرجة يوم الغد الخميس ليبدأ التطبيق في الجلسة المقبلة. سهم الرعاية يتصدر قيم التداولات حتى اللحظة، نتحدث عن 4.615 ملايين قيمة التداولات على شركة الرعاية التي تابعناها ضمن أبرز الرابحين اليوم. بروى على ثبات لكن تداولات نشطة 768 ألف ريال، قيمة التداولات مصرف الريان 582 ألف ريال أيضا على ثبات. ومعنا المصرف الذي بالمناسبة كان قد أعلن عن موعد الإفصاح البيانات المالية يوم 17 يوليو المقبل ضمن أبرز الناشطين اليوم 533 ألف ريال حتى هذه اللحظة، لكن سهم المصرف يسجل تراجع كما هو الحال بالنسبة للقطاع البنكي الذي يسجل تراجعات أيضا. أداء القطاعات كما نتابعها في تحية هذه الجلسة بشكل سريع، الصناعة الأكثر تراجعا ب17 نقطة، ثم البضائع والخدمات الاستهلاكية ب16%. النقل يحافظ على بقاء في المنطقة الحمراء من الجلسة الماضية حوالي 0.5 نقطة، والبنوك والخدمات المالية إلى المنطقة الحمراء اليوم ب14%. قطاع التأمين أيضا ضمن المتراجعين لكن بنسبة هامشية، والقطاع العقاري لا يزال في المنطقة الخضراء أيضا بتحقيق مكاسب هامشية، يتفوق قطاع الاتصالات في افتتاحية الجلسة بإضافة أكثر من 14 نقطة إلى رصيده مع بداية هذه الجلسة. هذه بشكل عام كانت أهم النقاط في افتتاحية جلسة اليوم. نعود إلى ساحتنا المحلية وبالحديث عن أهم مواضيعنا الاقتصادية، أكد سعادة السيد جاسم بن صيف الصليطي وزير المواصلات والاتصالات على أن دولة قطر تؤكد باستمرار على أهمية الاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز الموارد البشرية تنفيذا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال احتفال كلية قطر لعلوم الطيران بتخريج دفعة جديدة من طلاب العام الأكاديمي 2018-2019 الذين تجاوز عددهم 100 خريج موزعين على تخصصات الطيران المختلفة، والتفاصيل في التقرير التالي. رحلة هؤلاء الطلاب بكلية قطر لعلوم الطيران تصل بأمان محطتها الأخيرة، حيث يتوجون اليوم مشوارا دراسيا حافلا تلقوا فيه علوما مختلفة تشمل الطيران والمراقبة والأرصاد الجوية وإدارة عمليات المطارات والإدارة الأمنية والجوازات وهندسة وصيانة الطائرات. أكثر من 100 طالب يلتحقون في هذا الحفل بركب خريج كلية قطر لعلوم الطيران الذين يعززون سنويا مكانة الكلية في رفد عالم الطيران بكوادر مؤهلة في جميع التخصصات.
صراحة هي رافد أساسي. نفخر جدا بدعم سيدي سمو الأمير حفظه الله، متابعة رئيس مجلس الوزراء، تقدم الكلية من يوم إلى يوم اللي صارت كلية معترف بها ليس إقليميا إنما عالميا من قبل الإيكا ومن قبل الآياتا من قبل المؤسسات العالمية، وكذلك تعاونها المثمر مع أعرق الجامعات التي تمنح الدراسات العليا في مجال الطيران. خريج دفعة هذا العام يمثلون نحو 20 جنسية عبر العالم، وهو ما يعكس الصدى العالمي الذي باتت تحظى به الكلية بين كبريات كليات علوم الطيران. I'm very impressed with the quality of the training. أعجبت كثيرا بمستوى التدريب لدى كلية قطر لعلوم الطيران التي تخرج طلابا متميزين من مختلف الجنسيات. هذا فعلا ما نود أن نراه، كلية بكل التجهيزات تقدم خريجين أكفاء يمكنهم العمل في مختلف شركات الطيران عبر العالم. ونحن في كينيا سنعمل على جلب طلبتنا إلى هذه الكلية الرائعة. المكانة العالمية لكلية قطر لعلوم الطيران جعلت خريجي هذه الكلية فخورين بالتخرج من أحد أهم الصروح في مجال الطيران وعلومه. اليوم صراحة يعني شعور وايد حلو، يعني متخرج من كلية قطر لعلوم الطيران، مشوار يعني دام 3 سنين بس في النهاية يعني تخرجنا، وتخصص وايد حلو وإن شاء الله نخدم الوطن ونكون قدها. يعني أنا وايد سعيد اليوم متخرجي من تخصص هندسة إلكترونيات المطار، والحمد لله الحين نقدر نرد الجميل لوطننا بعد دراستنا خلال هالسنين. أنا سعيد جدا أني تخرجت اليوم في كلية قطر علوم الطيران، وفخور جدا عشان أخدم بلاد قطر. ولعل ما يزيد الفخر لدى خريجي كلية قطر لعلوم الطيران هو المستوى العالي للكلية وما تشهده من تطور عاما بعد عام باستحداث برامج جديدة تؤهلها للمنافسة في عالم الطيران. كل التوفيق طبعا للمتخرجين. وفي موضوع آخر مشاهدينا، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن الهدف الرئيسي لمشروع تعداد 2020 يتمثل في تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت تتميز بجودة عالية وتغطية أشمل وتحديث مستمر للبيانات بشكل آني. سعادته أشار خلال تدشين مشروع تعداد 2020 للسكان والمساكن والمنشآت إلى أن أهمية هذا التعداد تكمن في كونه داعماً أساسياً للخطط التنموية التي تصلح كأساس لكافة المستويات التخطيطية المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت. وتم تدشين التعداد تحت شعار تعداد ناجح لتنمية مستدامة. هو أول تعداد تسجيلي مشاهدينا يتم تنفيذه من خلال استخدام السجلات الإدارية من الجهات المصدرية للبيانات في الدولة. أستاذ أحمد، تعداد السكاني له أهمية كبيرة عادة، يعني نحن نتحدث عن حجر أساس هنا، من ناحية نتحدث عن قياس القدرات، نتحدث عن ما تم يعني مطابقته بين التخطيط والواقع، ونتحدث عن الخطط المستقبلية للتنمية. التعداد هذه المرة ما الذي يميزه وعلى ماذا يعتمد بشكل رئيسي؟ طبعا في البداية هذا هو سادس تعداد تجريه دولة قطر، يعني بمعدل 5 سنوات يتم إنجاز هذا التعداد، والذي تم الإعلان عنه رسميا أو شرع في التجهيز لهذا المشروع على أن يكتمل أو يتم الإعلان عن المؤشرات الرئيسية على الربع الثاني من العام المقبل، ويتم الإعلان عن كافة التفاصيل والبيانات المتعلقة بالتعداد في أقصى تقدير شهر بعد الإعلان عن المؤشرات الرئيسية وفقا لتصريحات المسؤولين والقائمين على هذا المشروع. طبعا هذا المشروع سيساعد في تحديد يعني الاستراتيجيات التنموية للدولة خلال الفترة المقبلة، فبالتالي نتوقع يعني ما النتائج التي ستساهم في تقديم يعني رؤية شاملة للدولة. يعني وهنا على سبيل المثال لنأخذ يعني مثال تبسيطي على مستوى التعداد، لنأخذ مثال بلدية في بلدية الدوحة على سبيل المثال. اليوم عندما تقوم بتقييم أو بعد وحصر عدد المتساكنين، عدد المساكن، بالتالي ممكن أن ترسم الخطط الاستراتيجية للفترة المقبلة لبلدية الدوحة، عدد المستشفيات التي يمكن زيادتها، عدد المدارس، عدد المجمعات التجارية، هذا بالنسبة للقطاع الخاص. فبالتالي نعم، هو التعداد هنا يخدم المسؤول في القطاع الحكومي ويخدم المستثمر بشكل أساسي،
كما أنه سيقدم رؤية شاملة عما تم تحقيقه خلال الفترة المقبلة. وكان تم الأمس الإعلان كذلك عن بعض الأرقام أو التعداد التجريبي للعام 2019 بما يتعلق بالمباني والمنشآت، ولاحظنا زيادة كبيرة في عدد المباني والمنشآت المكتملة وغير المكتملة والمباني التجارية مقارنة بالتعداد الذي تم إجراؤه في 2019. طبعا هو تعداد تجريبي للوقوف على مدى جاهزية قاعدة البيانات ومدى تفاعل الجهات الرسمية التي ستكون هي المصدر والممول الرئيسي لجهاز الأحصاء بكافة التفاصيل. فنتوقع أن تكون النتائج النهائية خلال العام المقبل في الربع الثاني من عام 2020، يعني تقريبا هي في تأتي قبل سنتين من انتهاء الخطة الاستراتيجية الثانية التنموية للدولة. نعم. فبالتالي ستساهم في صياغة الخطة لما بعد 2022. فنتوقع أن تكون هذه النتائج يعني خير دليل وموجه للسياسات الاستراتيجية للدولة خلال الفترة المقبلة. واضح. دعونا مشاهدينا نتابع هذا اللقاء حول التعداد السكاني ونعود. الاعتماد على السجلات الإدارية في تنفيذ التعدادات طبعا هذه مرحلة متقدمة جدا من التعدادات على مستوى العالم، وقليل من الدول يمكن لا تتعدى أصابع الإيد الواحدة اللي بدأت ونفذت بشكل كامل الاعتماد على السجلات الإدارية في استخراج نتائج التعداد. احنا نسعى للوصول إلى هذه المرحلة. المرحلة الأولى من التعداد الآن وما أعلننا نتائجها أعطتنا ثقة كبيرة أن احنا ممكن وعندنا لدينا سجلات إدارية موجودة في الجهات المختلفة كل فيما يخصه ذات جودة عالية وذات ثقة جدا عالية، وممكن الاستفادة منها في بناء قاعدة بيانات حديثة وتحدث بصورة مستمرة وفيها استدامة. في موضوع آخر، دشنت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة البحث والمتابعة مكتب خدمات المراجعين بهدف إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين والمقيمين بالسرعة القصوى من خلال الموظف الشامل. يأتي افتتاح المكتب مشاهدينا كخطوة متقدمة في مجال تسهيل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات التي تقدمها الإدارة من منطلق تعزيز الجهود التي من شأنها تقليل الوقت والجهد على المراجعين، وذلك طبعا للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم خدمات الوزارة. متابعة أخرى مشاهدينا، كان لها حضور كبير في الساعات القليلة الماضية. يوم أمس افتتحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرباء معسكر صيف مع ترشيد الذي سيستمر لشهر كامل. يهدف المعسكر إلى تعريف المشاركين بأهداف التنمية المستدامة من خلال ورش فنية ورحلات ترفيهية وتعليمية، وتعريفهم على أقسام حديقة كهرباء وتوعيتهم بطريقة إبداعية ممتعة مع الحث على خفض استهلاك للماء والكهرباء بالطريقة الأمثل. حول هذا الموضوع نتابع التالي ونعود لحضراتكم. تنظم اليوم كهرباء معسكرها الصيفي الثاني بعنوان صيف مع الترشيد، واللي راح يستمر إن شاء الله لمدة شهر بالفترة الصباحية. طبعا المهرجان راح يتخلل عدة فعاليات وأنشطة مثل عروض مسرحية، جولات توعوية داخل الحديقة، محاضرات توعوية، رواية قصة، بالإضافة إلى ورش إعادة التدوير والتلوين. طبعا جميع هذه الورش راح تتعلق بأهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، والفئة المستهدفة راح تكون اللي هي فئة المراكز الصيفية وفئة الشباب، بالإضافة إلى أبناء موظفين الجهات الخاصة والجهات الحكومية. أستاذ أحمد، بشكل سريع، تبدو الخطط الترشيدية التي تتبعها مختلف مؤسسات الدولة يعني خطط ناجعة وبشكل واضح. تابعنا تصريحات لسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري عن عام 2018 تتحدث عن وفر بحوالي 1,750,000,000 ريال خلال عام 2018. خطط الترشيد إلى أين في قطر؟ طبعا منذ سنوات يعني انتهجت دولة قطر يعني خطط ترشيدية، وهي تعد ضمن الاستراتيجيات للدولة الأساسية التي تساهم في تدعيم الموارد والحفاظ على موارد الدولة، سواء موارد طاقية، سواء موارد طبيعية، سواء موارد يعني مالية. فبالتالي هذه الخطط تساهم في تدعيم الموقف المالي لدولة قطر وتدعيم الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر خلال سنوات قليلة المقبلة. سيد أحمد الفضلي، صحفي اقتصادي في جريدة لوسيل، شكرا جزيلا لك على كل الإيضاحات لهذا اليوم. مشاهدينا، كما اعتدنا مع حضراتكم، هناك لقاء حول أهم الأحداث والأخبار الاقتصادية عند الواحدة ظهرا، يتضمن أيضا إغلاقات مؤشر البورصة القطرية. حتى ذلك الحين تقبلوا كل التحية، شكرا جزيلا على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.